حالة من الغموض والترقب تخيم على المشهد السياسي في الجزائر، لا سيما مع إعلان اتحاد محامي الجزائر تنظيم مسيرة احتجاجية إلى المجلس الدستوري. مسيرة جديدة تحمل في جعبتها دعوات لاحترام مقتضيات الدستور، خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة واحترام رغبات الشعب الرافض لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة. بينما قرر المحامون مقاطعة العمل القضائي يومي الاثنين والثلاثاء القادمين للمطالبة بإعلان شغور منصب الرئيس. تحركات تأتي بموازاة تحذيرات أطلقها الجيش للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، شدد خلالها أنه لن يسمح بعودة ما سماها بسنوات الجمر، وهو ما اعتبره كثيرون رسالة حملت تطمينات، لا سيما مع تأكيد الجيش استعداده لتوفير الظروف الآمنة التي تكفل للشعب حقه في الانتخاب. ومنذ فبراير الماضي تشهد الجزائر حراكا شعبيا رافضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وهي احتجاجات لا سابق لها منذ توليه الحكم قبل 20 عاما.